نشوف الوصفة اللي بعدها. جربتوا قبل كده تعملوا البطاطس دي؟ البطاطس دي زي البانيه، يعني كأننا بناكل فراخ خطيرة، طعمها حلو جدا جدا وهتعجب الولاد. عايز أقولك ناس ممكن تقدميها كده ويحطوها في كاتشب أو صوص أو مايونيز أو أي حاجة، ممكن تحطيها في فينو وتحطي كابوتشي وكمان كاتشب وكمان تحطي عليها مايونيز وتبقى سندوتشات خطيرة، هتعجبك جدا. تعالي نشوف هنعملها ازاي. عندي هنا بطاطس سلقتها، بس سلقتها قبل ما تتهري، قطعتها دواير، جبت البطاطسايه سلقتها بحالها. الوصفه اللي فاتت قلت لك انا عايزاها مهريه، لا دي بقول لك خلي بالك انا مش عايزاها مهريه، انا عايزاها كده اهي، علشان هقطعها تبقى سميكه عندي بالشكل ده، وتبقى سميكه عندي بالشكل ده اقدر بقى ان انا ايه احطها في الزيت وتستوي تاني وتبقاش محرقه. عايزه اقول لكم بتبقى كرانشي بطريقه خطيره. كرانشي يعني يا جماعه؟ يعني دايبه من جوه وطريه ومقرمشه جدا جدا من بره، تعجبكم قوي. طيب مقاديري ايه؟ بعد ما جبت بطاطس سلقتها قطعتها شرايح حلقات ماشي، رحت عامله ايه، جايبه نص كوبايه دقيق وربع كوبايه نشا، ورحت جايبه كمان فيجيتار وشويه بهارات بطاطس، ملح وفلفل اسود، كمون وميه، وللتغطيه فيجيتار بقسماط اي حاجه عندك للتغطيه. انت عارفاني انا غاويه فيجيتار شويه، طب لو ما فيش فيجيتار عادي جدا هات شويه بقسماط، هات الفينو اللي بيبقى ناشف عندنا في الفريزر وخلاص ما بيتاكلش، البواقي حمصيها واضربيها في الكبه، تبليها بقى عندك احلى فيجيتار، وحطي عليه شويه دقيق وشويه نشا، يبقى عندك احلى فيجيتار. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب تعالوا بقى نشوف هنعملها زي ادي البطاطس اللي عندي. هعمل ايه؟ اول حاجه كده هبقى جايبه عندي هنا البهارات دي منزلها على البطاطس مبدئيا كده. اجيب ايه؟ بس جوانتي علشان عايزه اقلبها. اهي بقى انا عملت ايه؟ الاول البهارات دي نزلتها على البطاطس، بصوا تمام، وتبلتها بيها. وبعدين هروح بقى جايبه عندي هنا، فكروني والله يا شباب باللي في الفرن عشان هو مش هياخد وقت. اجيب هنا بقى الدقيق على النشا على بهارات البطاطس على الفلفل الاسود على الملح حبه صغنانين على البابريكا حبه حلوين، انا عايزه كده تديها لون ماشي. وهروح ايه مقلباها وحطلها ميه علشان توصل قوامها يكون تخين مش قوي ومش خفيف قوي، قوام البان كيك كده يا جماعه، علشان احط فيه بقى عندي هنا البطاطس وبعدين احطها في الفيجيتار واعمل احلى بطاطس بانيه زي ما قلت لكم كريسبي جدا جدا كده 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 اهو. بس كده هروح عامله ايه بقى؟ تعالوا لي عندي هنا الفيجيتار برضه، احط حبه اتبل بيهم الخليط ده اهو، ده القوام اللي انا عايزاه. هنعرفه ازاي؟ تعالوا بصوا هحط كده وكده، بصوا علم ازاي في البطاطس مش عايزه تطلع، بصوا علم ازاي في البطاطسايه مش بيتزحلق من عليها اهو، غطاها اروح جايه في الفيجيتار واروح عامله كده ومغطياها تماما اهي، وعندي الزيت سخن وايه عامله زي الناجتس اهي، واروح حط. نعمل تاني اهو، تطلع عامله زي الناجتس. عايزه اقول لكم اقدر احطها في كايزر خطيره وكابوتشي وصوصات وحركات للناس النباتيه اللي دايما بيدوروا على طرق غير تقليدية علشان يقدروا ياكلوا بيها ويكون في افكار في اكلهم، هتعجبكم جدا.
انا عايزه اشوف بس يا سيد وحياتك اللي في الفرن. ماشي، ما نسحش عليه علشان ياخد لون حلو، ما يبقاش محروق، عشان انا مشغله فوق وتحت وكل حاجه اهو. بصوا قد ايه بسيطه، ما فيهاش اي حاجه، تاخدش وقت، والكميه هتطلع لي حلوه جدا، مقرمشه زي ما بقول لكم، كرانشي كده. كرانشي يعني الحاجه من جوه تبقى طريه ومن بره فيها طبقه مقرمشاها. شكرا، عندنا اول ساق حواوشي طلع. بصوا جميل، وبصوا لونه خطير، هيعجبكم. تعالوا نقلب دول ونعمل تين. زي ما بقول لكم اقدر اقدمها بكذا طريقه. بصوا بقى يا جماعه، بصوا عامله زي الناجتس، بقول لكم بصوا اهي دي ايه، مش تحسوا كده عامله زي الناجتس او البانيه اللي بنجيبه بتاع المصانع والشركات؟ بالظبط اهو. حطيه بقى، تقدري تقسميها نصين وحطيها في فينو، او تقدري ان انت تروحي، خطيره وريحتها حلوه قوي، او تقدري تروحي جايبه الكايزر وتروحي الصغنن. تعالوا نشوف الحلويات اللي طلعت لنا دي. فين المعلقه اللي كنت ماشي. تعالوا نشوف الحواوشي الخطير اللي طلع لنا، ونحطه جنب ايه اخوه. بصوا سامعين، سامعين القرمشه اهي. طبعا زي ما بقول لكم كميه حلوه قوي، كل ده بكيلو ايه بطاطس بس كده، ولسه الباقي طالع لي. وعندي هنا كمان البطاطس البانيه. عايز اقول لكم ممكن نعملها، نحطها في اللانش بوكس، ممكن ما نقليهاش نحطها في الاير فراير. بس هتعملي حاجه لو عايزه تعمليها في الاير فراير، هتعملي ايه؟ هتروحي واخداها بعد ما تعملي اللي انا عملته ده، تسيبيها في الفريزر حبه حلوين. هتاخدي البطاطس بعد ما نزلتها في الفيجيتار، تسيبيها في الفريزر حبه حلوين وليكن طول الليل، وبعدين تطلعيها تحطيها في الاير فراير. مهم جدا، وما تكونش الاير فراير بتلف، لا تكون ثابته، وبعدين تقلبيها من الجنبين. اتفقنا؟ هتطلع معاكي خطيره، لونها وطعمها، وهي هتبقى اختيار من ضمن اختيارات الحاجات اللي احنا بنحب نحطها للولاد في المدرسه. طيب شكرا، هعمل ايه؟ هطلع ده وهشوف الوصفه اللي بعدها. تعالى اجيب طبق بقى ونقدمها. طبق صغنن حلو كده، نحط كمان شويه بقدونس حلوين ونحط عليه البطاطس اللي احنا طلعناها. طبعا تنفع جدا كمان في عيش بلدي، بس عشان ايه انا كيفت عيش بلدي، وتنفع اكيد جنبها قرن فلفل اخضر عليها شويه سلطه كده، ونقدمها عليها. بصوا لا انا غيرت رايي، انا غيرت رايي، هحطها على البلانشه الصغننه عادي. يعني يا جماعه انتوا اخدتوا مني على كده اهو، غيرت رايح احطها على البلانشه الصغيره بس كده واطلعها. عايزه افتح لكم واحده كمان عشان اوريها لكم قد ايه تحفه. بصوا شكلها عامل ازاي، بس كده كاتشب بقى عليها رايح جاي، مستردة، مايونيز، ولا حاجة في بلدي، في فينو، في كايزر، المهم ان الاساس عندنا.
بصوا عاملة ازاي. مين يقول لي نزيد بطاطس اساسا؟ بس ايه رأيكم في الفكرة ان انا احطها على البلانشة؟ مش احلى؟ وعليها كده ايه رشة خضرة. الله الله، هقدمها وتعالوا نشوف اللي بعده. بس الاول شوف اللي في الفرن. اوبا اوبا، وطلع وجهز. بصوا انا ماليه الرغيف ازاي، ماشي. وعايزه اقول لكم لسه فيه، لسه فيه، والعيش هو اللي خلص عندي. بصوا ماليه الرغيف ازاي. مش بقول لكم القناه كلها النهارده هتاكل، بس يعني الحواوشي ده بس يكفينا كلنا النهارده. طيب تعالوا كمان اقدم ايه عندي هنا الحواوشي ونشوف اللي بعده. بطاطس، ايوه بطاطس برضو عادي جدا النهارده زي ما بقول لكم يوم البطاطس. نحط هنا حبه وهنا حبه. طب ايه رايكم لحد ما اقدمه وندخل بالوصفه اللي بعدها، نروح لفاصل صغير ونعمل اخر وصفتين الاثنين احلى من بعض، هما الاربعه احلى من بعض كمان. استنونا.